أما الفئة الرابعة فهي أهم فئة فيهم وهي الشعب، الناس. دول شافوا الانهيار بعنيهم في كل المجالات، في الأسعار، في الديون، في الخدمات، إلخ إلخ إلخ. خلينا نشوف بقى حصاد 30 زفت. أدي حصاد 30 زفت تطور الدين الخارجي لمصر خلال 11 سنة. يعني من 2013 كان الدين في مصر 43 مليار دولار. ف 2014 أول ما جه بقت 46 مليار، يعني 3 مليار. نزل بقى في 15 39 مليار. طلع في 16 بقى 55 مليار. 17 بقى 79 مليار. في 18 بقى 92 مليار. في 19 بقى 108 مليار، سيبك من الكسور. في 20 بقى 123 مليار. في 21 بقى 137 مليار. في 22 بقى 155 مليار. في 23 168 مليار. دلوقتي مفروض ده الكلام ده بتاع البنك المركزي 160 مليار. بس لحظة، حاجة ابدأ من عند 2016. الراجل لما لقى محدش بيفتح بقه جاله سعار في قفز، يعني جاله مشكلة من 2016. يعني في 15 كان 39 مليار، ف 2016 جاله سعار لأنه حاس أنه محدش بيسأله. فشوف التطور رهيب. اللي بعده حصاد 30 يونيو، دي أول حاجة، السيسي والدولار. في إبريل 16 لن يحدث تصعيد في الأسعار مهما حصل للدولار، ومش هيحصل حاجة وإن شاء الله. ده كان وعد رائع. في ديسمبر 2016 سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه ليس السعر العادل، والتوازن سيحدث خلال الأشهر. ده كلامه هو. في أكتوبر 22 قال لك كل اللي على الترابيزة، الحكومة والأجهزة، قالوا لي ما تحررش سعر الصرف في 2016، لكن أنا صممت. في إبريل 23 قال دي أزمة وهتعدي، وحتى أزمة الدولار هتبقى تاريخ. هتبقى إيه؟ تاريخ. هتبقى إيه؟ تاريخ. في يونيو 23 قال سعر الصرف أمن قومي، وما نقعدش في مكاننا لو الدولار وصل ل 50 و60 جنيه، ما نقعدش في مكاننا. في يونيو 23 قال لك احنا بنلم الدولار من السوق عشان نسدد احتياجاتنا. في يناير 24 قال الدولار يمثل دائما مشكله للدوله المصريه. يا سيدي يا سيدي. في يناير 24 قال لو حليت ازمه الدولار في مصر ولا هيهمني اي حاجه. ايه يا راجل يا معلم؟ في يونيو 24 قال الدولار يلامس 50 جنيه بعد التعويض ده، اصبح كده يعني عقب الاتفاق مع صندوق النقد. اللي بعده اخر لوحه، تطور رفع الحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور كان الله يرحمه في 2013 700 جنيه، يعني ما يوازي 103 دولار. في 2014 اصبح 1200 جنيه، يعني ما يوازي 167 دولار. في 2017 بقى 1400، نزل بقى ما يوازي 79 دولار. في مارس 19 بقى 2000 جنيه، لكن يوازي 124 دولار. في 2021 بقى 2400 جنيه، ما يوازي 152 دولار. في 2022 بقى 2700 جنيه، ما يوازي 109 دولار. في 2022 بقى حوالي 3000 جنيه، ما يوازي 121 دولار. في 2023 بقى ب 3500 جنيه، يعني ما يوازي 114 دولار. في 2023 برضو تحول بقى 4000 جنيه، يعني بقوا 100 دولار تقريبا. في 2024 بقى 6000 جنيه، يعني 126 جنيه. في 2024 في يونيو بقى 6000 جنيه، يعني ما يوازي 122 دولار. آخر حاجة، على فكرة بالمناسبة الحد الأدنى ده ما بتاخدوش كل الدولة، عشان بس ما حدش يضحك عليك، اوعى حد يسرح بيك. الحد الأدنى ده كلام مكتوب، تاخده فئات وفئات أخرى لا. نكمل بقى. حصاد 30 زفت مصر في 11 سنة. معدل التضخم، التضخم الخبز وصل ل 400%، الكهرباء بقت 762%، تذكرة المترو 1200%، اسطوانة الغاز 1150%،
الغاز الطبيعي بقى 1525%، البنزين 594%، السولار 809%، معدل التضخم بشكل عام 500%. الحد الأدنى للأجور زي ما حضراتكم شفتوا، وسعر الصرف قدام الدولار كان في يونيو 13 ب6 جنيه الدولار الواحد، بقى في يونيو 24 ب49 جنيه 50، نسبة السالب بتاعته ناقص يعني 600%. نفس القصة في الحد الأدنى للأجور اللي كان 1200 جنيه يعني 105 دولار تقريبا 150 دولار، بقى 6000 جنيه 122 دولار، نسبة سالب 25%. انهيار في كل شيء، سيبك بقى من الفئات الأربعة، سيبك بقى من فئة اللي اعتذروا بنبالة، سيبك من فئة اللي مش ندمانين، وسيبك من المطبلاتية وصانعي تشويه المجال العام أو الرؤية اللي هم عمرو أديب والباز ونشأة الديهي وأحمد موسى. لكن الواقع احنا قدامه انهيار في كل شيء، في كل المجالات، في كل حتى المؤسسات الدولية رصدت الحصاد المر اللي بيدفع ثمنه المصريين من انهيار صحة وتعليم وغيره. حصاد 30 يونيو مؤشرات الفشل والانهيار. التعليم قبل الجامعي، المصدر مؤشر المعرفة العالمي بيقول لك احنا بقينا 80 من 133 دولة. مؤشر الفساد من مصدر منظمة الشفافية الدولية، بقينا ما شاء الله في المركز 108 من 180 دولة. البؤس العالمي، المصدر مؤشر هانكي، بقينا المركز 18 من 157 دولة. السعادة العالمي، استطلاع جالوب العالمي، بقينا في المركز 127 من 143 دولة. الرعاية الصحية، الله أكبر، بقينا المركز 90 من 194 دولة، من 94 دولة. جودة الحياة بشكل عام، بقينا في المركز 80 من 87 دولة. مؤشر الحرية العالمي، بقينا في المركز 18 نقطة من 100 نقطة في الحقوق السياسية والحريات المدنية، المصدر فريدم هاوس. القروض، تاني أكبر دولة اقتراض من صندوق النقد، المصدر صندوق النقد نفسه. شراء السلاح، متفوقين جدا، المصدر معهد استقهال، بقينا في المركز 6 من 167 دولة، بنشتري سلاح بالهبل. الناس دي يا حضرات، المؤشرات دي مؤشرات واضحة. سيبك انت من اليوفط والغناوي الكتير اللي ملهاش اي واقع، انما ده الواقع. الناس هي اكتر، الناس هي اللي بتعاني ولسه هتعاني من 30 زفت واثرها الكارثية. وبيسألوا فين حقوقنا؟ فين الانسان؟ طيب ما ندخل السجن الانسان، السجن ندخل السجن ونخلص زي المواطن ده كده. توصل دي ده انتوا بتزلونا كده، ده انتوا زلتونا، ده انتوا خلتونا ما نسواش حاجة. انا مش خايف من السجن، وكنت فاكر ان انا هخاف منكم تيجوا تاخدوا قبض عليا وتدخلوني السجن زي انا مش خايف. هخش جوه اكل واشرب واتبسط، هخش واكل واشرب جوه، والعيشة ممكن يتعالج بقى، ممكن يعمل داخلية كويسة، ممكن تعالجني بحسن ما انا بره كده بالذل اللي احنا فيه ده. ده ذل. الكهرباء غلتوه عليا، الغاز غلتوه عليا، المية غلتوه عليا، كل حاجة عملت، وحتى رغيف العيش يا راجل. طيب ما النفس بقى اللي انا بتنفسه، اشمعنى ده سابولي ولا ده هتعذبوني عليه؟ لا اكيد هتعذبوني عليه، ما انتوا لازم تاخدوا حقكم. ما نبدي كلب ده، اصل انا راجل مش كويس. ما بدكمش حقكم، ما خدمتش في الجيش، ما شلتش المر وشلت الخطين على دماغي في البلد دي 68 سنة عشان ما ليش حق. ويقول لك قال ايه حقوق الانسان، اين حقوق الانسان؟ فين هي بقى حقوق الانسان؟ هو انسان قول رايك يا عم، احنا بنحبس بتاع الراي، قول رايك يا صلاه النبي. لا انا مش عايز اقول رايي، انا عايز اعيش، عايز اكل زي الناس، عايز اجيب حته لحمه كلها زي الناس. انتوا بتاكلوا اللحمه كل دقيقه وكل ثانيه، انما احنا حرامين علينا. يا دوب تعيد كبير جاي اهو، استنى واحده من الجيران يدوني روح حته لحمه. شكرا شكرا يا حكومه، عملت اللي عليك وزاد شويه. شكرا، حسبي الله ونعم الوكيل. فكل مسؤول ما يتقيش ربنا فينا، كل مسؤول ما يتقيش ربنا فينا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الراجل ده حضرات نموذج للشعب المصري. احنا دلوقتي في يوليو 24، في يوليو 2024، شفت اللوكيشن اللي وقعت فيه ده؟ يفرق ايه عن يوليو
سنة 1805 مثلا، وقف بس وقف السور، يفرق ايه ولا اي حاجة؟ احنا في يوليو 2024، الراجل ده لو قلت لك شلت الراجل ده ولبسته قماص يعني قماش تاني وقلت لك ان الصورة دي من 1805 بيفرق ايه ولا اي حاجة؟ شوف الحيطة اللي وراه، شوف اللوكيشن اللي هو فيه، شوف السيت كله على بعضه عامل ازاي، ولا اي حاجة. بس هو الراجل ده تقريبا يستحق الحياة دي. الراجل ده حضرات السيسي وعده على الهواء مباشرة انه هتشوفوا مصر دولة جديدة في 30/6/2020. فين الدولة الجديدة؟ ده مكان كان بيعيش فيه جده وجد جده ساعة ما محمد علي ذبح المماليك سنة 1811، هو نفس اللوكيشن بالظبط، سوري نفس السيت بالظبط، ما فرقش كتير، منخل على الحيطة، قفص بيحط فيه أي حاجة، الباب اللي وراه حتى مفيش أي حاجة، ما اختلفش أي حاجة عن أيام البرديسي، هتاخد إيه من تفليس يا برديسي؟ مفيش أي حاجة. بس هو الراجل نفسه قال حاجة غريبة قوي، قال لك أنا مش عايز أقول رأيي، أنا عايز أكل. ودي مصيبتنا بقى، هو مش فاهم إن الاتنين مرتبطين ببعض، إن أنت عشان تاكل بشكل كويس لازم تكون بتعرف تقول رأيك. مفيش حاجة اسمها أنا آكل ولا أقول رأيي، الثنائية دي لم يوجدها إلا العسكر. أنت عشان تعيش حياة كريمة يا حج لازم تكون بتعرف تقول رأيك، مفيش انفصال بين الاتنين. ما هو بتقول رأيك يعني بتحاسب المسؤول وما بتتسجنش، ولما تحاسب المسؤول الفاشل بيتحاكم ويجي واحد تاني أنجح منه، وبالتالي اللي هيجي جديد ده الناجح ببرنامج يعرضه على حضرتك بيحترم فيه رأيك، هتعرف تاكل من خلاله وتشتغل وتاكل لحمة زي ما انت بتقول. الثنائية دي قدروا العسكر من 52 يوجدها في دماغك، تاكل ولا تقول رأيك؟ عايز ايه؟ الاتنين لا، يا تاكل يا تقول رأيك. النتيجة ايه بقى؟ انك لا بتاكل ولا بتقول رأيك. فيش جمهورية جديدة، هي نفسها جمهورية محمد علي، هي نفسها دولة محمد علي اللي صادر كل الحريات، اللي ذبح الناس، اللي ابن إبراهيم باشا كان بيدور على العزب وعلى المديريات كده يجلد المسؤولين في المديريات عشان يجيبوا له ضرائب. ارجعوا المذكرات نبر باشا كان بيجلدهم على رجليهم، إبراهيم باشا ابن محمد علي كان بيجلد العمد ومسؤول المديريات بيجلدهم، وتاني يوم يمشي الناس قاعدة في البيت مش قادرة تمشي لأنه رجليه ورمة. مفيش جديد، فين الجمهورية الجديدة دي؟ باختصار الجمهورية بتاعتكم دي مش لازمانة، رجعوا لنا الجمهورية القديمة، مش عايزين جمهورية جديدة ظلمة زي بيقولوا الراجل ده. السلام عليكم، رجعوا لنا الجمهورية القديمة، رجعوا لنا الجمهورية القديمة، احنا مش عايزين جمهورية جديدة، أرجوكم رجعوا لنا الجمهورية القديمة. الجمهورية الجديدة مش على مقاسنا، الجمهورية القديمة كانت طيبة، الجمهورية القديمة كانت حنينة، الجمهورية القديمة كنا عارفين نعيش فيها، الجمهورية الجديدة مش عارفين نعيش فيها، الجمهورية الجديدة الكهرباء فيها بتقطع والحاجة غالية والبنزين بيغلى والعيش بيغلى والحياة بتغلى وهم مضروبين ضربة منيلة، الجمهورية الجديدة مش على مقاسنا، الجمهورية الجديدة مش على قدنا، رجعوا لنا الجمهورية القديمة، أرجوكم رجعوا لنا الجمهورية القديمة، احنا مش عارفين نعيش في الجمهورية الجديدة، مرتبات مش مكفية، عمرو أديب كان طالع بيقول لك 10,000 جنيه ما يكفوش كل شهر، الناس بياخدوا 4,000 جنيه و5,000 جنيه يعملوا ايه؟ دول ميتين، احنا مش عارفين نعيش في الجمهورية الجديدة، قسما بالله انا في الجمهورية القديمة كان مرتبي 2800 جنيه وكانوا بيكفوني طول الشهر. اه والله 2800 جنيه في الجمهورية القديمة كانوا بيكفوني طول الشهر. رجعوا لنا الجمهورية القديمة، أرجوك رجعوا لنا الجمهورية القديمة، احنا مش عارفين نعيش في الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة مش بتاعتنا، الجمهورية الجديدة مش على مقاسنا، الجمهورية الجديدة بتاعت ناس معينة اللي بتروح تشتري ب 20 و30 و50 مليون جنيه، مش احنا يا باشا، احنا عادي احنا بتوع 3000 جنيه و4000 جنيه في الشهر. مش احنا يا باشا، فالجمهوريه القديمه كانت على قدنا، الجمهوريه القديمه كانت حنينه، الجمهوريه القديمه كانت على مقاسنا، رجعوا لنا الجمهوريه القديمه. الفئات الاربعه يا حضرات، للاسف شريحه كبيره من المصريين ما سمعتش كلام الراجل ده دكتور عزت ابو عوف اللي دخل التاريخ المصري من احسن ابوابه، لكن بعد 30 زفت في ناس اعتذرت زي الاستاذ الفاضل
وفي ناس مش بتعتذر وبتدينا دروس في الفشل بعد ما فشلوا، وفي ناس مطبلاتية وسيظلوا أبدا الدهر. ده دورهم في الحياة إنهم مطبلاتية، مناديل حمام. لكن في ناس تمان واعية قوي، وفي الوحيد اللي استفاد من اللعبة دي ده الشر في كل المسرحيات. ده مش جديد، للأسف شريحة كبيرة من المصريين ما سمعتش النصيحة دي من 11 سنة لما تقلها بلاش 30 زفت. إنما المفجع إن لسه في شريحة لحد دلوقتي بتكابر في الغلط رغم الانهيار اللي احنا فيه، بتكابر، والشعب هو اللي بيدفع الثمن بس، والمستفيد الوحيد ده وعصابة اللصوص. أهم درس يا حضرات في 30 يوليو ما تسمعوش كلام النخب خالص، لأن النخب دي هي اللي ضيعت الشعب. النخب اللي فشلت وطلعت تدينا دروس في ازاي ما تفشلش، هم فشلوا اصلا. النخب دي هي اللي كانت بتقضي اوقات وشهور من العسل والغرام على شاشات التلفاز عشان تبشرنا بالانقلاب. ان الاوان يا حضرات انكم تكفروا بالنخب دي، انكم تكفروا بالممثلين اللي بيضحكوا عليكم. ان الاوان انكم تكفروا بكل الرموز دي، اكفروا. الكفر على فكره هنا حلو، اكفروا بمجموعة التجار دول اللي تعلموا وتثقفوا ونطقوا كل اللغات عشان يتاجروا في بضاعة الاستبداد. أهم درس إنك تكفر بالنخبة دي والإعلاميين والفنانين وبعض أو كثير من رجال الدين المسيحي والإسلامي، لأن دول صح دول بتوع مجال تشويه الواقع وتزييف الحقيقة. هم دول اللي صنعوا واقع مزيف من 10 سنين. صدق الواقع اللي انت شايفه مش المزيف، صدق التاريخ اللي قالك زي ما قال الأستاذ بهي الدين حسن انه من 52 العسكر لا أمان لهم زي ما قال الأستاذ بهي الدين حسن. وطول ما انت بتتعلم من التاريخ هتفهم، وده الفرق بين عزة أبو عوف وبين كل النخب. إن عزت كان متعلم كويس قوي رحمة الله عليه، ده التعليم الحقيقي، ده الوعي الحقيقي. صدق التاريخ اللي قالك من 52 زي ما قال بهي الدين حسن، إمتى شفت العسكر كانوا حارسين على دولة ديمقراطية مدنية حديثة؟ إمتى؟ ده إذا كان أول ما جم أعدموا 2 عمال عشان يخوفوا المصريين، خميس والبقري، أعدموهم في مسرحية كانت معروفة. حتى العسكري محمد نجيب طلع قال أنا اضطريت أمضي على قرار إعدامهم بس كنت زعلان. يا راجل، خدوا عيل بيصرف على أمه عمره كان 19 و 19 سنة عشان يعدموه عشان يخوفوا بيه الناس كلها. إمتى؟ وبعدها بدأت المجازر بقى، إيش الشيوعيين على ماركسيين على إسلاميين، لم تخلوا سجون العسكر في وقت من الأوقات طول تاريخهم في مصر. أي حد مش عاجبهم في السجن، إسلامي مسيحي ماركسي شيوعي أي حد، إمتى؟ اتعلموا الحياة مسرحية بنقضيها أو بنلعبها لمرة واحدة بس من غير ما نتدرب عليها. هتصدق مين بقى؟ صدق التاريخ. بلاش عزة أبو عوف، بلاش مصر النهاردة، صدق التاريخ هو اللي بيقولك ليه بنقول لا لحكم العسكر. لكن في الآخر أنت حر، إنما اللي دخلته في 30/6 عشان تقيم دولة نيابية ديمقراطية كلام فارغ. حضرات السادة، مصر هتدفع الثمن غالي جدا زي ما قال عزة أبو عوف. استنوا بقى مصر بعد 30 سنة، وكل يوم بيقعد فيه الرجل ده بندفع الفاتورة أكتر. راجع بس كده الجداول بتاع التضخم وانهيار العملة وانهيار الصحة ومركز مصر وخريطة مصر عشان تعرف ان كل يوم السيسي وعصابة اللصوص بتقعد فيه في البلد دي هندفع الثمن غالي جدا. اما دورك في المسرحية فبينتهي بوفاتك، لا ندمك هنستفيد منه حاجة ولا اعتذارك هنستفيد منه حاجة. الاجيال الجاية هتضربنا بالجزم وهتقول الناس دي كانت فين وقت ما الراجل ده كان بيضحك عليهم بوعود لا علاقة لها بالواقع.
صدق صدق التاريخ، ما تصدقش النخب، ما تصدقش الإعلام، ما تصدقش إن في مفكرين ومثقفين، صدق التاريخ والتاريخ بس.